كيف ترى تعامل ترامب مع باقي دوائر صنع السياسة الأمريكية ودوائر صنع القرار في أمريكا؟ لأنه نعلم أنه البيت الأبيض والخارجية الأمريكية والبنتاجون وسي أي إيه ودوائر المال والأعمال والإعلام، كيف استطاع ترامب أن يتعامل مع كل هذه المتناقضات خلال المرحلة الماضية؟ وتقييمك لما وصل إليه من إنجاز في محاولة توظيف كل هذه المؤسسات لمصلحته؟ فعلا هذا سؤال مهم، وأعتقد أن كان هناك صراع حقيقي بين ترامب والمؤسسة إذا أمكن استخدام هذه العبارة في العاصمة الأمريكية، خاصة أن ترامب عندما رشح نفسه كان يرى نفسه ممثلا للقوى الأمريكية. يريد هذا الرجل، كان يتحدث عن إعادة عظمة أمريكا، عن أن أمريكا يجب أن تستمر في قيادة العالم، عن ولكن بمفردها، وكان يركز أكثر على الدور الأمريكي مما ركز على دور التحالف مثلا مع الأوروبيين أو مع أطراف أخرى، وكان يرى أن هؤلاء يجب أن يتبعوا الولايات المتحدة. ولكن هنا في العاصمة الأمريكية الرئيس واجه سوري دكتور، يعني هل هذا الخطاب القومي إنجاز التعبير أو الوطن إنجاز التعبير وجد صدى لدى المواطن الأمريكي ولا كان مش مكتمل؟ لا، وجد صدى لدى أعداد معينة من المواطنين الأمريكيين. طبعا بالنهاية هو لم يحصل على أغلبية الأصوات، لا بل أنه إذا نظرنا إلى الأصوات الشعبية فهو قد خسرها بأكثر من 2 مليونين صوت. صحيح. ولكن كما نعلم أن النظام الأمريكي يقوم على أسس أخرى، وهي على أن الولايات هي التي بالنهاية هي التي تختار. صحيح. الرئيس. ولكن هنا الرئيس الأمريكي جاءه ليقول أنا هناك مستنقع في واشنطن، مستنقع، وهذا المستنقع فيه أشخاص لم يعودوا يهتموا بمصالح الشعب الأمريكي، لم يعودوا يهتموا بمصالحكم أنتم. كان بيضحي بهؤلاء أنتم. ولا بيكشف حقيقة هؤلاء؟ إلى حد ما هناك شيء من الصحة في ذلك، وذلك هنا. ولكن طبعا الرئيس ترامب والمرشح ترامب ضخموا هذه المسألة، ولكنه هناك فعلا مشكلة حقيقية. ما بدأنا نراه وعدد كبير من الأمريكيين الذين صوتوا لترامب لأنهم خلال العقود الأخيرة لم يروا استجابة من القيادات السياسية في واشنطن. بدأوا يروا أن هذه القيادات تهتم أكثر بالبقاء في السلطة، بجمع الأموال من ممولين مهمين وأغنياء، أكثر مما تهتم من الدعم الشعبي. وبالتالي لأن الحملات الانتخابية الأمريكية أصبحت مكلفة لدرجة هائلة، مثلا هيلاري كلينتون في الانتخابات الماضية أنفقت أكثر بكثير من ترامب، أنفقت 1.2 مليار، أي رقم قياسي على حملتها فقط. وبالتالي كل ده من التمويل، التبرعات، جزء كبير من التبرعات. طب سؤال، معلش سؤال يعني يبدو ملوش علاقة بالموضوع، لكن هل بتمثل هذه الأموال فواتير انتخابية يجب أن تسددها هيلاري أو يسددها ترامب فيما بعد؟ فعلا هذا سؤال رائع، لأنه كل المرشحين الأمريكيين يقولوا لا، أنا لا يمكن أحد أن يشتريني، لا يمكن، حتى لو تبرع لي بمئات الآلاف أو بالملايين بطريقة أو أخرى. ولكن الواقع طبعا هو في النهاية كسياسي أسهل بكثير على عضو الكونغرس الذي يجد أن لديه حملة مكلفة ستكلفه 30 40 50 100 مليون دولار أو أكثر بالنسبة لبعض أعضاء مجلس الشيوخ. خاصة هذا الرجل يبدأ، وخاصة النائب يبدأ بإعادة ببدء حملته الانتخابية تقريبا منذ اليوم الأول لانتخابه وتسلمه منصبه، وبالتالي فمن هو الذي سيساعده أكثر؟